القمر الصناعي التركي الجديد تركسات 5A نقطة تحول كبيرة في تكنولوجيا الفضاء، تدفع بتركيا إلى مصاف 10 دول القادرة على إنتاج أقمار صناعية خاصة بها. في أحدث التطورات حول هذا المجال، أكد مسؤول تنفيذي في شركة الطيران العالمية إيرباص أن القمر الصناعي التركي من الجيل الخامس تركسات 5A سيضمن الحقوق المدارية للبلاد. القمر الصناعي المنحدر من الجيل الجديد مجهز بأحدث التقنيات والقدرات العالية، وسيصل مداره قبل نهاية الشهر الحالي. وبالإضافة إلى مهمة الاتصالات، سيساهم القمر الجديد بتطوير خدمات البث التلفزيونية كاملة ويحسن شبكات النطاق العريض. في عقد مشترك بين شركة تركسات للاتصالات الفضائية وشركة إيرباص للصناعات الدفاعية والفضائية، جرى إنتاج القمر الصناعي ضمن صفقة أبرمت في نوفمبر 2017. وبحسب القائمين على هذا المشروع، فإن التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الجيل الخامس من القمر الصناعي التركي تسمح بزيادة كبيرة في عمر القمر الصناعي مع خفض وزنه في مرحلة الإطلاق، ما يجعله قادراً على أداء عمليات أكثر شمولاً بفضل عمره الطويل. ويغطي القمر الصناعي الجديد كلاً من تركيا والشرق الأوسط وأوروبا ومناطق كبيرة من أفريقيا، ومن المقرر إطلاقه على متن صاروخ سبيس إكس فلاغون 9 من ولاية فلوريدا الأمريكية. وبالتزامن مع تحضيرات الإطلاق المرتقب، يجري إنشاء قمر صناعي آخر من طراز إيرباص تركسات 5B. وبحسب وزير النقل والبنية التحتية عادل أوغلو، فمن المتوقع إرسال هذا القمر في الربع الثاني من عام 2021. أما العام الذي يليه فسيشهد وفق روزنامة الحكومة التركية بناء تركسات 6A باستخدام مصادر محلية بالكامل في العاصمة أنقرة، وهو الذي سيمثل الفارق الأكبر لتركيا في ميدان الفضاء.